تخيلوا بقى دلوقتي لو الموقف اتعكس، تخيلوا بقى لو الموقف اتعكس. يعني ايه لو الموقف اتعكس؟ يعني تخيلوا دلوقتي لو النادي الاهلي هو اللي طالب ان هو يلعب نادي الزمالك ونادي بيراميدز، كان ايه اللي هيحصل؟ تخيلوا الاهلي بيلعب الزمالك بالحاله الحاليه اللي احنا شفناها، مباراه سيمبا ومباراه نادي الاهلي ضد سيمبا ومباراه نادي الزمالك ضد جورماهيا، كان ايه اللي هيحصل؟ ها؟ حد يقول لي؟ طيب، كان من الممكن ان يكون هناك سكور تاريخي مثلا في مثل هذه المباريات بهذا الشكل بهذا المستوى. لكن اللي انا بقوله، اللي انا دايما بقوله، ان النادي الاهلي ملتزم بكلمته، وهو ده الشيء الاهم بالنسبه لي، والشيء اللي انا عايز اوصله لحضراتكم. كل الكلام اللي انا بقوله ده عشان اوصل لحضراتكم قد ايه النادي الاهلي ملتزم بكلمته مهما كان سوء حاله اي منافس، اي منافس في الدوري. النادي الاهلي هيبتدي مبارياته القادمه ان شاء الله يوم الثلاث القادم ضد فريق امبي، هيعود بقى للدوري مره اخرى ومؤجلات الدوري مره اخرى، وبكده لن يتبقى الا مباراه وحيده مؤجله للنادي الاهلي، هي مباراه الزمالك. يعني المباراتين مباراه الزمالك، وتقرب بقى الدنيا شويه خلال الفتره القادمه.